أعرف أغلب الأعشاب التي مزجت، ولكن هناك أعشاب أراها لأول مرة. كل الأعشاب آمنة مما تجود به الأرض، لقد جربتها لسنين طويلة. فقط أهتم بالمعرفة. تعلمت من أسفاري وأنا صغير ألا أسكن في بلد ليس فيه عالم يفتيني في أمر ديني وطبيب ينبئني عن أمر بدني. فقيه وعالم في الدين ويأخذ الدواء من الراهب، ألا يوقعك هذا في حرج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. يا صديقي، لقد أحل الله لنا طعامهم وأحل لهم طعامنا، فما بالك بالدواء؟ وقال تعالى أيضا: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون.